أهلا بك معنا في الاقتصادية. مرحبا بكم وسعيد جدا والتحية لكم ولكل مشاهدينكم في الغانا. أهلا ومرحبا بك. بداية، ما أثر هذه القرارات على المواطن السوداني؟ والله التأثير، المواطن السوداني طبعا يعاني الأمرين منذ اندلاع هذه الحرب، لأنه هو في الوسط ما عنده ذنب في الحرب دي كلها. الأمور في السودان سيئة جدا، الظروف الاقتصادية والصحية صعبة جدا، يعني أن المواطنين يفقدوا أرواحهم، ما في طريقة يأكلوا الشراب، في جثث حتى الآن في المستشفيات ما قادرين حتى يدفنوها، فالوضع أوريدي سيء جدا. تأثير هذه القرارات طبعا المقصود به في الأساس هو الدعم السريع، والفريق البرهان يعني بقرارات زي دي مستهدف بها الدعم السريع، لكن كيف إنها هتأثر على الشعب السوداني ننتظر ونشوف. لكن واحد من الأشياء المتوقعة في حالة صعبة الأمور على الدعم السريع، قد يواصل في اجراءاته اللي بيعملها، يعني مثلا الدعم السريع بيخش المحال التجاريه وبيكسرها وبيستولى عليها وبيستولى على امور المواطنين، فاكيد لو بقى عندهم فعلا ضايقه وما قادرين اقتصاديا يمشوا امورهم، يعني بنتوقع انه المواطن حيعاني اكثر بانه حيحتدوا عليه اكثر، حيستولوا على اشياءه في الشارع اكثر، وستيل ننتظر نشوف اللي حيحصل شنو. يعني نعم، هل ستؤثر هذه القرارات باعتقادك على القيادات وعلى إمكانية تمويل الحرب والمقاتلين في صفوفها؟ نعم، يعني قرار زي ده عنده رسائل خفية كثيرة بترسل فيه، اللي هو واحد انه لو فرضنا انه فعلا هذا القرار طبق وبقى الدعم السريع وغيراته، معناته ما عندهم مرتبات. ما لو فرضنا الليلة انه بقى حساباتهم تجملت، معناته المقاتلين والعساكر والضباط في الدعم السريع ليس لديهم مرتبات حياخذوها، ما عندهم فلوس، معناته ممكن في الحالة دي يعني استردادهم او ضغطهم للرجوع الى الوضع المطلوب من طلب البرهان انهم يستسلموا ويعودوا للجيش او غيره وارد. اثنين، متوقع انه بهذه الطريقة الحاصلة قد يكون في ضغط على قيادة الدعم السريع بانه هذه الحرب التي اطلق عليها بنفسه قائد الدعم السريع انها عبثية، قد يكون في ضغط عليه برضه. وفي جانب ثالث، يعني في سمعنا من تقارير كثيره من السودان انه في قوات يعني منتشره كثير جدا في الاحياء بالذات في الخرطوم، وفقدت الاتصال بقياداتها منذ فتره طويله، يعني يمكن اسبوع او 10 يوم، فيمكن زي ديل برضه بعد شويه يبدوا يتلاشوا او يبدوا ما يعرفوا يعملوا ايش. فيعني التأثيرات قد تكون كثيره حقيقه على الدعم السريع. نعم، يعني إذا هي محاولة للضغط على قوات الدعم السريع نعم ومحاولة ضغط اقتصادية باعتبارها لن تستطيع هذه القيادات التصرف بالأموال سواء كانت داخلية أم خارجية. لكن نعم أستاذ علام، هناك جهة تقول بأن هذا الضغط لن يؤدي لأي نتيجة لأن الطرف الثاني لديه ممكن مصادر دخل أخرى متمثلة بمناجم الذهب لربما. نعم، الطرف الثاني أساسا منذ زمن طويل، وواحد من الأسباب الوصل للدعم السريع لهذه المرحلة من القوة وبقى عنده مئات الألوف من الجيوش وعنده المعدات وعنده غيره، إنه هو عنده ميزانية ضخمة جدا ويتحكم في مناجم الذهب، ده حقائق طبعا. لكن السؤال بيطرح نفسه إنه حتصلوا الفلوس دي كيف؟ لو هو ضيق عليه الخناق الاقتصادي ده حتى من مناجم الذهب هذه ولا من غرب السودان، يعني حاليا ما يقدر حتى يطلع ذهب، ولا زمان كنا بنسمع بالتهريب، ما يقدر يستلم فلوس عن طريق حتى الحدود لانه البلد كلها في حاله حرب، فبتاثر عليه صح. وما هو حتى لو حد عنده فلوس الان، نفترض انه عندهم مليارات، حيقدر يستخدموها كيف؟ حيستعملوها كيف طالما هم بقوا يعني يقطعوا من النظام المصرفي؟ فما معنى كده انها حتجيب نتيجه مباشره على الدعم السريع وبكره حتوقف الحرب، لكن اكيد حتاثر. الحاجه الثانيه اللي عايز اذكرها برضه، شاهدنا في المرحله الاخيره في الاسبوع الماضي والعشر ايام السابقه، يعني في ظواهر تدي ايحاءات بانه هذه الحرب ما زالت متواصله وقد تستمر. يعني مثلا سمعنا عن قصص كثيره جدا لاغتصاب النساء في طرق عامه، يعني طرق سفريه مثلا، في طريق يربط العاصمه الخرطوم مع مدينه واد مدن اللي هي المدينه الثانيه في السودان مثلا. يعني في وضح النهار عساكر من الدعم السريع يوقفوا سيارة مواطنين ويعتدوا على الرجال ويغتصبوا النساء، نعم يعني يوريك انه الجيش ما عنده سلطة حقيقية تكنترول الحرب دي ما زالت. نعم، فدي كلها اشارات لانه الحرب دي لنتحدث متواصلة عن وانه استيل الدعم السريع منتشر، يعني ما بنقدر نعرف من الفائز اول، وما في حد فائز من هذه الحرب. نعم فيمكن استاذ برضه علام، ده لو يكون دليل انتقلنا انه الحرب دي لنتكلم مستمرة. عن الوضع المصرفي في اليوم وخاصه في ظل القلق لدى الشارع السوداني فيما يتعلق بودائعهم بعد سلسله هذه القرارات.
وضع سيء جدا، المواطنين ما قادرين حتى يتحصلوا على فلوس. وانا كنت قبل ما ادخل معاكم الغناء بتكلم مع شخص قال لي يا علام نسينا الجواز بتاع زوجتي في الشيك في الغرفه، خاتين فيها اشياءنا، لانهم طلعوا تركوا الخرطوم، كل الناس تركت الخرطوم. قال لي احنا منتظرين بيتين نرجع عشان نجيب جوازنا ده، فما بالك الفلوس. الناس بقت مشكله كبيره، ما في تحول. بعدين السودانيين لعلمك يا استاذي الكريم في السودان ما بياكلوا رزق اليوم باليوم، يعني هسه في مدراء مصانع انا اتكلمت معاهم بيقولوا لي علام احنا منتظرين بيتين يكون في طريقه نمشي نحكي الناس دي المصاريف عشان عمالنا وموظفيننا، لانه هذا الحرب بدت هذه الحرب قبل رمضان لو تذكر قبل العيد. وعاده السودانيين من زمن طويل بياخذوا مرتباتهم قبل العيد عشان يقدروا يمشوا يعيدوا ويصرفوا الفلوس، ما عندهم فلوس، ما عندهم اساسا مدخرات في البنوك. فحتى الشريان بتاع النقد كان بيجيهم من خارج السودان، يعني من الناس العايشين برا في الخليج والسعوديه والامارات والسودان وامريكا وبريطانيا، ما قادرين حتى الناس يحولوا فلوس. المعدل الاكسيكين جريد بتاع العمله ارتفع جدا، يعني في معاناه حقيقيه انه توصل حتى فلوس من برا هنا من بريطانيا لاسرتك في السودان. فحقيقه تاثير هذا النظام المصرفي حاليا في حاله، طبعا ما ننسى عندنا التحويل عن طريق البنك، يعني مشهور جدا في السودان حاجه اسمها بنك ده انت مثلا دار تدفع فواتير، دار تحول لعلام فلوس في ثواني من موبايلك بتحول. كل هذه الانظمه والابلكيشنز متعطله، فحقيقه الوضع مزري وصعب جدا جدا الان. نعم، يعني هذه القرارات تريد أن تقول لي سيد علام أنها أثرت على الأمان المصرفي وعلى ودائع المواطنين في البنوك؟ يعني القرارات دي ما هي طلعت بخصوص الدعم السريع، لكن عايز أقول لك إنه النظام المصرفي أساسا في حالة شلل شبه تام منذ اندلاع الحرب، لأنه المواطنين ما قادرين حتى يتحصلوا على فلوس، ما قادرين يتعاملوا بفلوس، الأبليكيشنات ما شغالة، الناس حتى يعني في القرارات دي هي حتأثر على الدعم السريع، وتأثير ذلك على الدعم السريع قد يظهر في تأثير الدعم السريع في انه في ضرره على المواطن، بانه قد يتعدى عليهم اكثر، يسرق اشيائهم اكثر. ما هو الدعم السريع شغال في فتره طويله، بيحتل الاماكن التجاريه وبيعمل لها سرقه، حتى في مستشفيات تم سرقتها يعني، فاكيد ده حيأثر. لكن على المواطن اساسا النظام المصرفي شبه مشلول، يعني من منذ الاسبوع الثاني من الحرب شبه النظام المصرفي في السودان مشلول في حالة شلل شبه تام يعني. نعم، إذا نتمنى أن تحل جميع المشاكل السياسية والاقتصادية في السودان بأقرب وقت ممكن. من السودان كنت معنا البروفيسور علام النور عثمان، مؤسس منصة السودان للمعرفة ورئيس تحرير مجلة السودان العالمية للبحوث. شكرا جزيلا لك.